بسم الله الرحمن الرحيم. عقدنا اليوم مؤتمرا صحفيا على إثر المؤتمر الذي عقدته الجمعية العمومية لنادي مجلس الدولة بالأمس، وتحدثت فيه عن أن أمر إسناد ولاية قضاء التأديب إلى النيابة الإدارية يعتبر أمرا منتهيا حسبما أبلغ إليهم من رئيس الجمهورية. فكان أول تعقيب لنا على هذا الأمر أن تدخل رئيس الجمهورية بإعلان أن هذا الأمر يعد منتهيا يعد تدخلا في عمل السلطة التأسيسية المنوط بها وضع دستور جديد للبلاد، وهو أمر لا يجوز باعتبار المشرع الدستوري يجب أن يتميز بالحياد والموضوعية والبعد عن كافة المؤثرات، كما أن رئيس الجمهورية ليس من شأنه أن يتدخل في وضع الدستور، فهذا أمر يعيب الدستور ويجعله معيبا قبل مولده. الأمر الثاني، بنعترض على ما تلفظ به حمدي ياسين عكاشة رئيس مجلس الإدارة من ألفاظ تنطوي على سب وقصف في حق النيابة، ولكن لم نبادله هذه العبارات، ولكن اكتفينا بأن نلمح له بها لعله يعود إلى رشده مرة أخرى. الأمر الثالث، دعيت إلى جمعية عمومية لأعضاء النيابة الإدارية يوم 22/10 للتشاور في الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الأمر. تم دعوة رؤساء الهيئات القضية بما فيهم رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأمس، وكان حاضرا أثناء لقاء رئيس الجمهورية، ووجد أن رئيس الجمهورية لا يريد حلا ولكن يريد إبقاء الأمور على ما هي عليه، وهذا أمر في حد ذاته غير مقبول، لأنك إذا كنت أنت رئيس الجمهورية أو غير رئيس الجمهورية تريد إبقاء الحال على ما هو عليه، إذن فلتعد الأمور إلى ما قبل 30/6 ويؤتب الرئيس المخلوع وتنصب الأجهزة التي كانت قائمة إبقاء للحال إلى ما كان عليه، ويعود عدل منصور إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا بدلا من رئاسة جمهورية مصر العربية.